واك واك على فضيحة، واك واك على فضيحة، واك واك على فضيحة، واك واك على فضيحة. الوزارة عطيت الريحة، الوزارة عطيت الريحة، الوزارة عطيت الريحة، الوزارة عطيت الريحة. هذا الوقفة اليوم هي كتجي استمرارا للبرنامج النضالي اللي استرات الحركة منذ مدة، واللي للأسف هي نفس المطالب التي تتكرر مع هذه الوزارة التي تنهج سياسة الأذان الصماء. الحركة حركة الممرضين والتقنيين الصحابي المغرب هي الحامل الوحيد لهم الممرضين والتقنيين الصحابي المغرب في ظل تخاذل الحكومة وتقاعس المعنيين بالأمر، اللي في الصراحة تسوية الأوضاع وحل حالات المشاكل ما كتطلبش مجهود خرافي أو شي حاجة مستحيلة، هي فقط هي وضع للقوانين أو تحيين للقوانين اللي هي البعض منها لا زال يلازم رفوف الأمن العام الحكومة منذ مدة. هذه الحركة الوقفة ديال اليوم هي تجي لتذكير المعنيين بالأمر أن الممرضين والتقنيين بالصحة في المغرب لن يتنازلوا على حقهم المشروع في المطالب الأساسية التي يناضلون من أجلها، ألا وهي الهيئة والقانون المنظم والإنصاف في تعويض الأخطار المهنية وكل ما يحيط بالممارسة ديال مهنة التمريض في المغرب. وشكرا. السلام عليكم، مريم جرموسي، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنية الصحة في المغرب. كنضموا اليوم وقفة أمام وزارة الصحة متزامنة مع إضراب 24 ساعة. هذه الوقفة تأتي في ظرفية خاصة، وهي ظرفية المتابعات القانونية التي يتعرض لها الممرض في ظل الممارسة في فراغ قانوني مهول. هذه المسألة أشارت لها حركة الممرضين وتقنية الصحة منذ بدايتها سنة 2017، حيث طالبت بإنشاء هيئة للممرضين وتقنية الصحة بالإضافة إلى مصنف للكفاءات والمهن، الهيئة لحماية المهنة من الدخلاء، والمصنف لتحديد أين تبتدئ مهام الممرض وأين تنتهي. كذلك تعويض منصف موضوعي عن الأخطار المهنية التي يتعرض لها الممرض المغربي بصفته يقدم 80% من العلاجات للمواطنين، إدماج الخريجين المعطلين وذلك لتجويد الخدمات الصحية ولسد الخصص المهول الذي تعاني منها وزارة الصحة فيما يخص الممرضين وتقنية الصحة، مراجعة شروط الترقي المجحفة بالنسبة لفئتنا، كذلك إنصاف ضحايا المرسوم المشؤوم. وفي النهاية فنحن نطالب من وزارة الصحة أن تتحمل مسؤوليتها في التعامل مع ملف الممرضين، وكذلك نحملها المسؤولية كاملة في هذه الوقفات والاحتجاجات وخصوصا الإضرابات، فإحنا ما كرهناش أن نكون الآن مع المواطنين كنقدموا الخدمات الصحية لهم، وهذا الشيء كامل إحنا كنديروه من أجل تجويد الخدمات الصحية ومن أجل تقديم خدمات صحية في المستوى المواطن المغربي الذي يستحقه.